لما بنفقد شخص عزيز علينا أو حد بيكون قريب لينا بيموت، ساعتها إحساسنا بإن الاستمتاع بالحياة اللي كانت مرتبطة بالشخص ده بتختفي. وبشوف ناس كتيرة بتبقى متمردة على الموت وتبقى متمردة على ربنا، وليه يا رب عملت كده، وليه يا رب أخدت الشخص ده مني. تعالوا نعمل حاجة كده كتجربة، والتجربة دي جرب هتعملها إزاي وشوف بركة الشكر ده هيبقى عامل إزاي. تعالوا نجرب نشكر ربنا في عز اختفاء الشخص ده، ونشكر ربنا في عز موت الشخص اللي بيبقى قريب منك ده. اشكروا ربنا كل يوم على 4 حاجات بسيطة، على نسمة هواء معدية، على ان باباك ومامتك كويسين، اولادك بخير، انك حتى قادر وتقوم تنزل شغلك. يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع. في آية ثانية دايما بحب اقراها واقولها، اشكر الرب لانه صالح ورحمته دائمة الى الابد. شكر ربنا، ربنا يستحق ان احنا نشكره على كل حال ومن قبل كل حال وفي كل حال.